بسعدنا في حلوة يا دنيا وفي رؤيا استضافة الفنان العربي المصري نور الشناوي، هو ضيف على الأردن وعلينا في حلوة يا دنيا. نور أهلا وسهلا فيك، الحمد لله على السلامة، نورتنا في حلوة يا دنيا. أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بكل أهل الأردن، ومبسوط أنا معاكم في برنامج حلوة يا دنيا، ومبسوط أنا معاك النهاردة. أهلا وسهلا فيك. في البداية يعني أنت قبلت أم لم تقبل؟ يبدو أنه هيك القدر، ونسمي القدر السعيد مع حضرتك. نور الشناوي هو حفيد عبد الحليم حافظ العندليب الراحل، وأيضا حفيد الممثل القدير الراحل كمال الشناوي، ففي عندك عاد يعني طرفين بيجي منهم الحظ. طبعا طبعا، بس يعني أولا ده شرف لي أن أنا أكون وسط أسرتين، أسرة الفنان كمال الشناوي، أسرة الفنان عبد الحليم حافظ. طبعا الناس بتسأل، ممكن تقولك عبد الحليم حافظ ما خلفش، أنا حفيد أخت الفنان عبد الحليم حافظ، يعني هو في مقام جدي. ف... يعني رحمة العندليب عبد الحليم حافظ هو أخو جدتك. بالضبط. فبالتالي بالزبط. هو جدك يعني. بالضبط بالضبط. ويعني أكيد لأي فنان أو في الوطن العربي وفي العالم أنه يبقى ليه الشرف أنه يبقى وسط العيلتين دول. إحنا في عنا مقولة يعني هيك شعبية، خلينا نقول فرخ البط عوام، فحفيد البط عوام. احنا عكسكم، احنا ابن الوز عوام. طبعا اولا يعني هو حاجه مفرحه ان يتقال ابن الوز عوام، بس طبعا انا رايي ان مفيش اولا موهبه بتتورث، الموهبه بتيجي عن طريق ان الانسان ده موهوب، الانسان ده عنده وعي موسيقي، الانسان ده مثقف موسيقيا، والناس طبعا هي اللي بتحكم على الفنان ده سواء ان هو كان موهوب ولا مش موهوب. نعم. فأنا ما أقدرش أقول طبعاً على نفسي ابن الوز عوام، قد ما أقدر أقول إن أنا درست موسيقى بشكل عام وتربيت موسيقياً وفنياً، وطبعاً الجمهور هو اللي بيحكم في الآخر. أنا هنا بدي أسألك، حضرتك بتعزف من سن صغير وأيضاً درست الموسيقى وتخصصت أيضاً في الغناء، ياريت تخبرني حتى عن بداياتك لدراسة الموسيقى. طبعا أنا في الأول خالص والدي اكتشف الموهبة عن طريق أنه جاب لي أورج في البيت في سن وأنا عندي 6 سنين أو 5 سنين كمان، هو كان حاسس أن في موهبة موسيقية، فأنا عن طريق أن كان في تتراب مسلسلات، فأنا بلعب على الكيز بتاعت الأورج نفسه. نعم. وابتديت أجيب النغمات، يعني ابتديت حتى أسمع وأجيب النغمات، فهو حس إن في موهبة. فطبعا اتعلمت في كلية التربية الموسيقية قسم الإشعاع اللي هو بتاع الأطفال الصغيرين، تعلمت البيانو، تعلمت العود، وابتديت إن أنا أتعلم الغنى. وبعد ما تعلمت الغنى طبعا لازم الموهبة بتتقل عن طريق إن حفظ المقامات العربية وحفظ المقامات العالمية كمان. المقامات العربية عن طريق إن أنا درست إنشاد ديني مع أكبر كان منشد ساعتها بيعلم الإنشاد الديني اسمه رحمة الله عليه طبعا الشيخ محمد الهنداوي. من هنا تعلمت ومن هنا تثقفت فنيا، ولما كبرت دخلت المعهد العالي للموسيقى العربية في مصر وحصلت على البكالوريوس وكنت الأول على الدفعة. كل هذا ترجمته لألبوم إلك اللي هو برا الصندوق، يعني الاسم لوحده خلينا نقول يعني مثير للاهتمام. وبعدين بدي أسألك، أغلب من يغني الآن ولو بدهم يكونوا يعني في البدايات بيروحوا للعمل الفردي أو الأغنية السنجل، ولكن حضرتك عملت مجموعة من الأغاني، فإيش بتحكي على ألبومك؟ وخاصة بحب أسألك على سمار عينيه. سمار عينيه هي الأغنية اللي حضرتك صورتها كليب وحصلت على ملايين المتابعات على موقع يوتيوب، واستخدمت من كلمات جدك عبد الحليم في نفس الأغنية ولكن في طريقة أخرى. سمار عينه الكونسبت بتاعها ان هي انا باخد فولكلور قديم وبحوله لحاجه جروفي وحاجه شبابيه. هو اولا الفولكلور ده مش تبع عبد الحليم حافظ، هو عبد الحليم حافظ
نفسه هو خده الفولكلور ده كان قديم ساعتها وكان متغنى بطريقه قديمه وصعيدي صح فولكلور من الصعيد من الصعيد بالظبط نعم. وهو حوله بطريقه عبد الحليم حافظ. فانا ليه ما اعملش نفس الكونسبت ان احنا عندنا عراقه مصريه وعندنا فن مصري اصيل ان انا اعمل حاجه برضو فيها يعني فيها تبقى جروفي وشبابيه اكتر. طبعا يعني هي مختلفه عن حزب وداد على حزب وداد وعلى انا كل مجهول التوبه هي مختلفه يعني هي جروفي وشبابيه ويعني مايله للستايل الاي دي ام شويه اكتر. ايوه حلو. فمن ساعتها جت طبعا كونسبت الفكره سمر عين. وبالنسبه للالبوم انا اتفق معاك طبعا ان السنجلز دلوقتي اسهل ومعظم الوطن العربي بيمشي بمبدا السنجل وانا مع المبدا ده عامه انا مش ضده. انا الفكره ان انا زي ما قلت لك انا عندي كيان وعندي هدف عايز اوصل له ليا الشرف ان انا اغني لاي فنان تاني انا بحب الفن عامه. حق كل واحد يدور على هويه بالزبط. ويتميز ويعني اي فنان بيتعلم من الفنانين التانيين يعني انا بتعلم من كل الفنانين في الوطن العربي وبحب كل الفنانين. نتمنى لك كل التوفيق. بدي ارجع لكمال الشناوي ولعبد الحليم حافظ. طبعا انت بتشوف حالك بتشبه مين اكتر؟ يعني كشكل ولا ك كل شيء؟ لا انا طبعا اتربيت في بيت عبد الحليم حافظ يعني انا عشنا في بيت عبد الحليم حافظ مع والدتي ومع والدي فطبعا انا متاثر بمدرسه عبد الحليم اكتر من مدرسه كمال الشناوي. بس طبعا جينات كمال الشناوي اكيد الجينات ليها دور وليها سبب ان هي بتجري برضو في دمي وطبعا يعني انا يعني ما لحقتش كمال الشناوي كتير وما قعدتش معاه كتير بس طبعا قعدت معاه واستفدت من خبراته في الحياه ومن خبراته في الفن. عبد الحليم حافظ برضو انا ما شفتوش يعني انا شفت كمال الشناوي عبد الحليم حافظ انا ما لحقتوش كان ساعتها رحمه الله عليه توفى. فطبعا انا عشان في المزيكا وعشان انا الكارير بتاعي في المزيكا فانا متاثر بمدرسه عبد الحليم اكتر. زيارتك الاولى الى الاردن؟ زيارتي الاولى طبعا. كيف شفت البلد؟ اولا بلد جميله جدا اهلها ناس طيبين جدا وعاطفيين جدا وهي طبعا المناظر الطبيعيه اللي فيها يعني هي خدتني طبعا بالنسبه لواحد فنان زي يشوف مناظر طبيعيه نكشف للناس ليش طبعا نكشف للناس لانه بالعاده كل زوار وضيوف الاردن يقصدوا اولا العاصمه عمان ولكن حضرتك قصدت مدينه الشمال الجميله اربد طبعا فبالتالي احنا جبناك من اربد لعمان العكس عم بيصير يعني لا انا كنت فاربد طبيعه خضراء وحلوه طبعا اكيد واربد يعني انا طبعا سبب زيارتي الاولانيه ان مرات اخويا طبعا كانت بتولد واحنا كنا طبعا كعيله لازم نيجي نحضر الولاده الف مبروك وفي نفس الوقت طبعا انا قلت ما دام انا في الاردن اكيد لازم اتفق على شغل ولازم اتفق على حفلات عشان ابقى قريب برضو من اهل الاردن وبعدين طبعا انا عارف ان يعني في نسب وفي قرابه مع عائله اردنيه طبعا فبالتالي احنا طبعا وعبد الحليم صرنا كمان نسائب وطبعا انا يعني في اليرموك في اكاديميات موسيقى نعم. وطبعا انا حابب ان انا افهم جامعه اليرموك فيها كليه عظيمه طبعا وحابب ان انا افهم الشكل الموسيقي اللي عامه الاردن الشعب الاردني بيحبه ان انا افهم الستايل المزيكا اللي ماشي في الاردن وان انا نعم. طبعا الحياه تجارب والحياه انك تتعلم نعم. احنا نتمنى لك التوفيق وشكرا لك وان شاء الله زياره ناجحه واهلا وسهلا فيك في حلوه يا دنيا اهلا وسهلا بيك وانا سعدت بلقائي معاك جدا واهلا وسهلا بكل اهل الاردن شكرا.